ميسيو نوستالجي مع نورا سياجر. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكم. بين يوم 29 و30 من شهر شعبان بكل سنة قمرية أو هجرية يصادف ما يسمى يوم الشك أو يوم التحري. بهذا اليوم بتكون قلوب السوريين وبيوتهم بتعيش طقس روحاني مميز بيتكرر بكل عام، ومع ذلك وبكل عام بشكل بنفس الشكل وبنفس البهجة وبنفس التقرب بيتكرر الموضوع. مع أنه العادات ثابتة والتقاليد لهذا الشهر راسخة إلى أنه ما بيسودها الملل، وبتتحول فيها الحياة بسوريا إلى مهرجان مستمر لمدة 29 أو 30 يوم بيختتم العيد بأجمل ألوانه. أنا نورا سياجان وبتقمص لهذا الشهر الفضيل روح الحنين بسوريا بكل مفرداتنا السورية ولحظاتنا المميزة وأماكننا اللي كانت مسرح جريمة الحياة اللي اقترفناها ولازلنا بكل الحب رغم المآسي والتعب والمصاعب. كل يوم ومن يوم الاثنين حتى يوم الجمعة الساعة 6 المساء وعبر راديو روزانا رح رافقكن على الـ 98.5 بمدينة غازي عنتاب وعلى اللايف فيسبوك روزانا محل ما عم تتابعونا هلأ، وكمان تطبيق روزانا للهواتف الذكية، إضافة بكل تأكيد إلى تطبيق راديو روزانا وموقع راديو روزانا روزانا.fm. وكل يوم رح نفتح سيرة وحكاية نتذكر فيها تفصيل والرواية ونسمع عنها قصصكم وذكرياتكم. بأول يوم من شهر رمضان ودائما ما في نقاش عن طبيعة سريان هذا اليوم. سريان هذا اليوم بيبدأ حتما من بيت الجد، وغالبا بيت الجد من طرف الأب، أحيانا تانية من بيت الجد من طرف الأم. بيتجمعوا هنيك أولاد العم والإخوال والقرايب والأصحاب، وأحيانا لما الجد بيكون أكبر إخواته فممكن تنجمع حتى العيلة وعيلة العيلة. العيلة وعيلة العيلة بتنجمع بأول يوم من رمضان، والطبخ لازم يكون أبيض. ليش أبيض؟ لأنه بالتالي نحن لازم نستقبل الشهر الفضيل ببياض. بياض يعني مرقة بيضة، مرقة لبن، شاكرية، كبة بلبنية، ششبرك، شيخ المحشي، وعدي ومدي سيدتي من أبايض المطبخ السوري. طاولة رمضان بيكون عليها ما لذ وطاب من المقبلات، شي فتوش وشي كبنية وشي بابا غنوج وشي متبل وحمص وبطاطا مقلية وجبنة مشوية والمحمر والمشمر والمقمر. أول يوم
رمضان كمان بيتضمن تبادل الهدايا بين الأهل، وبعض المدن السورية بيسبق فيها رمضان قيام الآباء بمنح بناتهم المتزوجات عطايا مالية لهدية بالشهر الفضيل. بينفرش لأول يوم برمضان خزانة ستك، وبيطلع المعرق والأغباني وما لف لفه، وبينزل الصيني، وبينفرش طقم المعالق اللي بحياتك ما كنت بتحلم انك تمد ايدك عليهم او انك تاكل فيهم. وللشهر الفضيل كمان في عادة، وهي العادة هي السكبة. السكبة اللي بتخلي كل مائدة اغنى بالطعم والحب لما كل جار بيدوق مع جاره لقمة الخبز والملح. إذا تركنا عالم الكبار وجينا عند الأولاد الصغار بالشهر الفضيل، فالشهر الفضيل هو عيد، عيد بكل معنى الكلمة. زمان كتير أيام أبهاتنا حتى كان الشهر الفضيل في إله لبسة، ولبسة خاصة وبتنشرها مثل لبسة العيد تماما، والصيام يكافئ عليه بالفطورية وبالعطايا والميزات الأخرى. شو هي الفطورية؟ الفطورية يا طويلين العمر إذا ما نسينا هي الأكلات الطيبة اللي بتمنح دائما للطفل الصائم، واللي كانت العون والسند والمد والمدد لكل واحد فينا بأول تحدي صيام لألو بيخوضه بهذا الزمان. اليوم رح نفتح الاتصالات معكم على الهواء، ومن هون من استوديو راديو روزانا بباريس بمسيو نوستالجي، واللي من خلاله رح نفتح كل الدفاتر ورح نفصل الماضي والحاضر ونجيب الأولي والآخر ونشوف مين ذاكرته أقوى ومين لسه حافظ هالمظاهر. اتصالاتكم نحن مننتظرها دائما على كل وسائل الاتصال اللي انتم متعودين عليها مع راديو روزانا، ومنبلش استقبالها من الآن ببرنامج مسيو نوستالجي. رح نباشر بالحصول على اتصالاتكم ونشوف إذا معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معي؟ معك بشير. أهلا يا بشير، بارك طاعتك. رمضان كريم، بارك طاعتك يا رب، طمني عنك وطاعتك يا رب. والله تمام الحمد لله رب العالمين. كيف أول كم يوم من رمضان؟ لا تمام الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، كتير كويس من أول يوم لآخر يوم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، الحمد لله. لفتي موضوع حديثك. تفضل. أيام الإفطارية. إيه. أنا بتذكر حالي الحين رمضان بسوريا، أول ما بلشت يعني بلشت منصوب كان يأذن الساعة 4 العصر. أواخر التسعينات. لا لا بالثمانينات، إيه ثمانينات خمسة. يعني اول بال 88 90 هيك هي تماما. انا حطيت الساعه 4 4 و5 صح، وكانوا هيك كان فيها دول الالعاب الصغيره اللي كان فيها تسجيل الحديديه، انه هيك رمضان كانت كثير موجوده، هلا ما عاد موجود منهم. شو اول فطوريه اخذتها؟ شو اول فطوريه اخذتها؟ دروسه من 3 بربع.
طب احكي لي بشير، شو بتتذكر عن عادات الشهر الفضيل بسوريا؟ والله هو اهم شيء، اهم شيء العادات انه كنا نروح عند جدي اول يوم مثل ايام العيد، يعني تمام. نروح عند جدي وعمامي قاعدين على سفره، والشباب قاعدين على سفره، والنسوان والولاد كمان قاعدين على سفره ثانيه، ومن بعد الفطور فورا على صلاه التراويح 20 ركعه. هذول كان في عادة تطبخوا أبيض؟ والله شوف انا لا ما بتذكر هيك، بس يعني انه نحن بالنسبه لحلب محاشي وشغلات، يعني هدول الاساسيات، محشي كوسه، قرع، باذنجان، بندوره، كله كان ينحشو. بتتذكر شي موقف طريف عن الصيام بشير زمانات؟ فطرت شي مرة وحدا لقطك وانت صغير طبعا؟ ما حدا لاطي، ما حدا لاطي، بس كنت بالمدرسه يوم اللي يصوم كنت رايح على مدرستي وعطشت مثل العاده، فاضطريت اشرب مي. ايه دفعت ايوه، ما كفارة؟ بتصير لحد نهارا، اي ما بتصير لحد نهارا، وضليت صايم يعني ما اكلت الحلال الحرام، ما اكلت. يلا ان شاء الله بتعوض عنا. عندك اولاد بشير؟ يا رب، اي الحمد لله رب العالمين. وامبارحه بلشت اعلمهم، يعني الحمد لله بلشوا يصوموا، الكبير السنه الماضيه صام، الصغير هالسنه عم بيصوم ان شاء الله. شو بتنقل لهم من هاي العادات اللي نحن عشناها بسوريا؟ والله انا بتمنى كنت لاقي هالالعاب الصغيره اللي كانت تسلي، بس للاسف ما لقيتهم. فبنقول لهم دائما اول شيء هلا بيلعبوا شطرنج بيتسلوا فيه، علمتهم الشطرنج، وبنقول لهم عادات انه اللي بيصوم اخر مساء له ليره او ليرتين. يعني نحن كمان كانوا يقولوا لنا هذا الكلام ويعطونا مصاري. بدي اتشكرك بشير، اي ابدا، يخلي لي قلبك، يخلي رمضانك لي قلبك، كريم يا رب، وينعاد عليك بالصحة والخير ان شاء الله عليك وعلى كل اهلك. نحن عم نتابع، ما بعرف اذا فيني انتقل لاتصال تاني. بنقول الو. ألو، الو، مرحبا. مرحبا، كيفك نورس؟ يا اهلا وسهلا، مين معي؟ منور الشاشة والله كاتيا. اهلا كاتيا، كيفك؟ تمام، كيفك انت؟ حبيت، كان والله كان بدي لحق اول اتصال بس ما زبطت، كان في حدا سافرني. مبسوط اسمع صوتك. رمضان كريم، وينعاد عليك وعلى عيلتك يا رب بالخير والصحة. الله يسلمك علينا وعليك. شو طبختي أول يوم رمضان؟ خبريني. والله هو نحن بالعادة بنستفتح بطبخة بيضة، بس أول نهار رمضان أنا طبخت مقلوبة كسرت عادي هالسنة. إيه والله صح صح وهنا. كاتيا، باعتبار نحن عم نحكي عن فطور العيلة بأول يوم رمضان، كان الفطور ببيت جدك من طرف الوالد ولا الوالدة؟ والله لا هدول ولا هدول، كان الفطور أول نهار عنا بالبيت لأنه ماما الكبير وماما الكبيرة. تمام، ونحن حكينا هاي القصة قبل شوي خلال المقدمة، إنه لما بيكون الأب هو الأخ الكبير فممكن ينتقل الفطور لبيته وينجمعوا العمام والإخوال. بالضبط. تمام، شو تتذكري يعني عن هذيك الأيام؟ شو هيك مواقف طريفة لذيذة عشتيها بهذاك الوقت؟ أول ما بلشنا نصوم كنت أنا مثلا يعني على أساس صايمة، ولكن كل شيء كنت أشتريه مثلا كنت أجيب الأكل أو كذا كنت أكل على الطريق يعني، وأرجع على البيت صايمة على أساس. قد ايه بأي عمر هي تقريبا؟ كنا نحن نعمل هالزعرانات، وكنا نتبارى كمان اذا بتتذكر نورة، كنا نسال بعضنا بالصف مين صايم مين ما صايم، ونقول له يمد لسانه، اللي ايه، لسانه ابيض صايم، اللي لسانه احمر لا. هي كانت وحدة على فكرة من يعني من عمليات التنمر الكبيرة بتاريخ مجتمعنا بصراحة. بالضبط بالضبط، ايه، كان انه كان يحسسوكي بالذنب وانه انت مالك صايم وانه انت بعدين رح تنحرق بالنار بالضبط بالضبط. يعني كان فعلا الموضوع مؤذي للاطفال ولليوم مؤذي، انه يا جماعه اي انسان عنده حريته الشخصيه اولا وظرفه، ما فيك تعرف هو ليش مانو صايم، فهي الحاله كتير ممكن تاذي الاطفال للاسف، يعني اذا عم يسمعونا هلا اهالي ولا اطفال. كاتيا قبل شوي انا قلت جمله، المظاهر تراجعت يعني، ولكن كانت على دوري انا كانت كثير منتشره. صح مزبوط، هي على ايامنا كانت منتشره. كاتيا انا قلت جمله قبل شوي، قلت على طاوله رمضان في المحمر والمشمر. اي نعم. شو يعني مشمر؟ اي نعم. هلا المشمر ما بعرف، بس المحمر يعني اللي محطوط بهالفرن ما لذة وطعم. طيب انا من خلالك بدي اطرح هذا، يعني بدي اعمل هيك مثل مسابقه صغيره لكل المستمعين لسه الاتصالات اللي جايه معنا، في اي حدا طبعا بدون جوجل بده يجاوبني ويقول لي شو هو المشمر، المحمر
والمشمر والمأمر. المحمر مبين والمأمر مبين، شو هو المشمر؟ بانتظار الإجابات نحن كمان. بانتظار الإجابات لنشوف مين رح يعرف شو هو المشمر. كاتيا كثير انبسطت إني سمعت صوتك، وممنونك على هذا الاتصال اليوم بأول حلقة من ميسيون نوستالجي، وبتمنى تضلي دايما معنا. أكيد أكيد، شكرا كثير لك كاتيا. بدي جرب روح لاتصال تاني وقول ألو. ألو، مرحبا بالنور. يا أهلا وسهلا، مرحبا، مين معي؟ معك أبو البراء. أهلا يا أبو البراء، كيفك؟ شو أخبارك؟ اشتقنا لك. والله وأنا مشتاق لك. رمضان كريم عليك وعلى كل المستمعين يا رب. علينا وعليك يا رب، وعلى كل الأهل والناس اللي بتحبهم. أبو البراء، خبرني قديش اليوم برمضان بتعيش لسه نفس الحالة اللي كنت تعيشها من 10 سنين أو 15 سنة، وقت اللي كنت طفل أو وقت اللي كنت يعني عند أهلك وحبابك؟ والله يا أبو النور، هلا يمكن بالذات هاي السنة بالنسبة لظروف كورونا وهيك يعني اختلفت كتير أمور. من قبل يعني من قبل النزوح يعني اختلف كمان كتير، انه البعد عن الاهل مثلا، اللمات العائلية الكبيرة يعني بقصد العم والبرك اللمي عن بيت الجد او الاخ الكبير، هاي كلها اختلفت يعني. طيب. اليوم لسه بتستقبل رمضان بنفس البهجة؟ والله يا ابو النور سبحان الله، يعني هلا بتلاقي شو ما كانت الظروف رمضان يعني له بهجته الخاصه، ما يعني ما فيك ما تستقبله فيها، يعني دائما بتكون شايف هاي استقبال رمضان هاي مثل ما بقولوا الحلبيه العطه قبله بيوم يومين. الفطور يعني كان ببيت جدك من طرف والدتك ولا والدك؟ ما فهمت السؤال. الفطور كان ببيت جدك من طرف الوالد ولا الوالده؟ والله الفطور هو كان الجدين عندي متوفيين، وابي بحكم انه الاكبر بين اخواته يعني اغلب الاحيان فكان عندكم. قد ايه كم شخص كان ينجمع بالبيت؟ يعني بين ال 15 رجال والنساء تحسب بالعشرة 12 هيك شيء، يعني شيء 20 25 شخص. 25 شخص، يعني لمة مثل ما بيقولوا لمة كبيرة ولمة أهل، يا رب إن شاء الله الله بيديمها. الحلوة التحضيرات هاي نورس الأجواء اللي قبل الإفطار، يعني بتلاقي مثلا النسوان كلها مجتمعة بتشتغل مع بعضها، والزلم قاعدة مثلا عم تسوي شيء ثاني. هاي الأجواء سبحان الله، يعني بنسأل الله إنه ترجع يا رب إن شاء الله يا رب. متذكر أول فطورية أبو البراء أخذتها؟ كانت ليرة سورية. ليرة سورية وحدة؟ نحن جيل التسعينات يا ابو النور، كانت الليرة تحكي عليها. طيب بتعرف المشمر؟ المشمر يمكن هو الرز والاكلات اللي بتتاكل بالبيت او الله. قبل شوي طيب انا يعني جوابك مو كتير دقيق بس قريب شوي، فلذلك انا رح اترك لسه لباقي الاتصالات. نحن كيف الفتوش، يعني هو فتوش مثل فتوش او يعني. هلا انت قربت شوي، بس مثل ما قلت انا رح اترك لسه باقي الاتصالات يحاولوا، واخر الحلقه رح جاوب شو هو المشمر. كلمة كتير لأنه هي مستخدمة. خليني أتشكرك أبو البراء، أنا انبسطت أني سمعت صوتك، وإن شاء الله بنلتقى بالحلقات الجاية يا رب، خليك معنا دايما. ماشي، شكرا. شكرا لك أبو البراء. منروح لاتصال تاني، منقول ألو. ألو، يبدو لسه الاتصال عم يجهز، خلونا نتابع بحلقتنا طبعا بكل تأكيد، ونحن مستمرين معكم بميسيو نوستالجي.
احنا متابعين معكم على الهواء ببرنامج مسيو نوستالجي على هوا راديو روزانا. هاي الحلقة الأولى، ويعني بدنا عذركم بشوية لبكة وشوية أمور تقنية. مرافقينكم من استوديو باريس لأول مرة على الهواء بالصوت والصورة، فلذلك بدنا نروح لاتصال جديد ونقول ألو. مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء الخير، رمضان كريم. رمضان كريم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. مين معي؟ معك عبير. أهلا يا عبير، كيفك؟ شو الأخبار؟ والله الحمد لله، نشكر رب العالمين. كيفكم أنت؟ إن شاء الله تمام. بخير الحمد لله. إن شاء الله الشهر الفضيل هيك بينعاد عليك وعلى أهلك بالصحة يا رب. خبريني يا عبير، خليني بلش معك من الأول باعتبارك يعني صبية وإلك أكيد بالمطبخ أكثر من الرجال. شو المشمر؟ المشمر والله أنا من وجهة نظري، يعني هو لما بقول المحمر المشمر، يعني لما واحد بده يجي يأكل يعني ممكن يكون كمامه طوال مثلا أو شيء، فلازم يشمر عن كمامه حتى يقدر يحسن يأكل الأكل الموجود، يعني فلها السبب سموه مشمر هيك برأيي يعني. برافو عليكي. هلا هو تحديدا مو هيك، هو تحديدا المحمر هو المحمر بالفرن، المشمر هو الأكل اللي فيه مرق. فباعتبار إذا كان الواحد كمامه طوال مشان ما يغطوا بالصحن وبالمرق لازم يشمر، فالمشمر هو الأكل اللي فيه مرق. صحيح هذا الكلام، عشان ما يعبي ثيابه يعني. المحمر معروف يعني الأكل بشكل عام الدسم يعني. خبريني عبير، شو بتتذكري عن أول يوم فطور رمضان مع العيلة؟ مين كان يحضر؟ كم شخص كنتوا؟ شو كنتوا تعيشوا مواقف بهذاك اليوم؟ شو أميز شيء بالنسبة لك بذكرياتك؟ والله رمضان أول كان يعني كتير له ميزات حلوة، يعني هلأ للأسف فقدناها كتير، يعني كوننا متغربين وبعيدين عن أهلينا وعن أخواتنا وعن أولادنا، يعني كتير عم نلاقيها. بس أيام زمان كان كتير حلو، يعني الأول يوم رمضان كنا نجتمع فيه عن بيت الجد، يعني والجد كتير ننبسط فيه. العزايم كانت كتير حلوة أول يوم، ننبسط نكون مندفعين. لما بس خاصة إذا أنا لما كنت صغيرة يعني كنت أحب الفطور أكثر شيء، يعني هاي أول إشي يعني. وكانوا دائما يجوا مثلا خوالي أو بابا وماما يقولونا إنه صايمين ولا لا، مثلا إذا يعني ما نقدر نكذب عليهم ليش، يقولونا مبين على جبينكم، يعني ها شوفوا على جبين مكتوب إنه صايمين أو مفطرين. فكان كمان من أحد الشغلات. كنتي تخافي تفطري كرمال ما يبان على جبينك؟ أحياناً أجي أوقف على المراية أطلع على جبيني أقول عجبي يا ترى مبين على جبيني. بأي عمر عبيرة عرفتي إنه ما بيبان عجبينك؟ والله أنا أول ما بلشت أصوم كنت صف ثالث يعني، بس بعدين يعني للخامس سادس يعني صرت أعرف هذا الشيء. ضليتي للخامس سادس معتقدة إنه بيبان عجبينك إنك فطرتي. عبير، أول فطورية أخذتيها تتذكريها؟ والله أنا كنت بالثالث يعني، يعني بتذكر أكيد يعني بابا يوم تعطاني ليرتين ونزلت اشتريت فيهم أكلات هيك مصاصة ودقة، وكانوا كتير كتير بالنسبة لي كتير يعني فرحة حلوين طيبين. الله يسامحك يا رب. بدي أتشكرك عبير على اتصالك، وبتمنى تحبي مسيو نوستالجي وتابعينا بالحلقات القادمة وتتصلي كمان فينا كمان. الله يسلمك يا رب. بس كنت حبيت أقول كمان على شغلة حلوة برمضان بابا يقول لنا إياها، يعني أنا دائما كمان بالصف الثالث أنا بلشت فيها، أنه يقول لنا أنه لما بنقرأ القرآن كل كلمة يعني كل كلمة من القرآن يعني كل حرف عفوا من القرآن فيه له 10 حسنات، فكنت دائما أنه أجمع أنه ما ندعم كم كلمة قريت حتى أقعد أجمع هاي الحسنات يعني. فهلا صرت هاي كمان القاعدة يعني، أنه هاي الشغلة أقول لهم إياها لأولادي يعني أنه لأنه فيه حسنات كثيرة يعني، فهي بحبها كثير وبحب أنه أزرعها بنفوس الأطفال عندي يعني أولادي. الله يخلي لك ياهن يا رب. كم ولد عندك؟ عندي 4 والله، بنتين وصبيين. بيصوموا؟ يعني صاروا بعمر الصيام؟ إيه أكيد، أصغر طفل عندي عمره 10 سنين. الله يخلي لك ياهن يا رب، يربوا بعزك ويدم لك ياهن. شكرا لاتصالك عبير، وناطرينك بالحلقات الجاية من مسيو نوستالجي. اسمحوا لي روح لاتصال تاني وقول ألو. مساء الخير، رمضان كريم. يا هلا. يا مساء الورد، مين معي؟ معك مصطفى. أهلا يا مصطفى، شو الأخبار؟ والله تمام آخر رواق يا أبو النور، أنت كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا مشتاق لك، رمضان كريم وينعاد عليك يا رب.
علينا وعلى الجميع إن شاء الله. يا رب يا رب. مصطفى، أول يوم برمضان كان له هيك خصوصية بنوع الطبخ اللي بينطبخ، بالزيارة لبيت الجد أو بجمعة بالبيت. كيف كان أول يوم رمضان؟ أنت شو بتتذكر عنه وأنت صغير؟ شو حامل منه تفاصيل؟ هلا انا كوني ما لحقت لا جدي ابو ابي ولا بيت جدي بيت الوالده، يعني يكون يعني الفطور ببيتنا نحن، كان يا ببيتنا يا ببيت عمي اللي جنبنا، بيكون يعني طابخين مع بعض الاهل اثنيناتهم، جايبين السفره كلها، قاعدين السفره. وهي كمان بتذكر اول هيك ما صمت يوم كامل، يعني كان ب 2009 كان اول رمضان صومه كامل. يعني بتذكر اني كنت قبل الافطار بعشر دقائق اني انا بدي بركون، انا بدي بركون، تنقرت مع اولاد عمي واخواتي وهيك، أنا على اساس انا بدي برك جنب ابي، اني ما بدي اقعد هنيك، لا انا مكاني هون وهيك. فكنت دائما اعمل هاي الخناقه قبل الفطور، يعني بخمس دقائق عشر دقائق. كانت الفطورية محرزة وقت أول سنة صمت؟ كانت محرزة، كانت ميت ليرة. أوه والله والله كانت محرزة. أنا إحنا يعني نحن من جيل ال10 ليرات، بتعرف؟ لا اكيد الله، على زمان كنت ال10 ليرات، على زماننا نحن ال100 ليرة او ال50 ليرة كانت يعني. فتذكر انا يعني هي الاول فطوري اخذتها، يعني ما خرجتها، خبيتها للعيد. خبيت اول فطورية للعيد، والله ممتاز. هذا هاي خطة اقتصادية مهمة. مصطفى، كنت بتعرف المشمر قبل الاتصال الماضي؟ كنت بعرفه، كنت بدي احكي، يعني كان هاي القصه يعني الوالده مره من المرات يعني حكت لنا اياها، يعني وتذكرتها، يعني المشمر والمحمر اكيد يعني. يخلي لك اياها يا رب للوالده، يخلي لك عيلتك. انا بدي اتشكرك على اتصالك، وبدي استغل الوقت اقرا كمان بعض التعليقات وشوف اذا بقدر الحق اخذ اخر اتصال بحلقه اليوم. معنا بعد دقيقتين على هوا روزنا باول حلقه من مسيو نوستالجي. محمد ابو محمود، يسعد لي اوقاتك، مساء الخير لك ورمضان مبارك. زميلي عروه قنواتي، تحياتي يا عروه. عم بيقول الام بالدرجه الاولى وعيون الولد صغير بالبيت والبنت ان وجدت، أساسا الجارات والجيران كمان فاتحين عيونهم مثل الكماشة على الدرج لتقوم تغلط وتشرب شي. كان الاقتراب من حدود الجولان أهون من الاقتراب من البراد وفتح الباب بالغلط ولا عن قصد، وخصوصا قبل الأذان بساعة أو ساعتين بتحس إنك مراقب من كل الاتجاهات. بدي أشوف إذا معنا اتصال تاني بآخر دقيقة من البرنامج. بنقول ألو. ألو ألو، يا مرحبا. رمضان كريم. رمضان كريم يا رب علينا وعليك. مين معي؟ سوزان. أهلا يا سوزان، شو الأخبار؟ تمام الحمد لله، تمام. أنت كيفكم؟ تمام الحمد لله. من وين تحكي يا سوزان؟ أنا بتركيا بإسطنبول. أهلا وسهلا فيكي. سوزان، أول يوم رمضان شو عملتوا؟ ما عملنا شيء، ولا ما رحنا مثلا، كان في حجر وبس. طيب يعني شو كنتوا تعملوا بالعاده باول يوم رمضان؟ قد ايه بتتذكري عن هاي التفاصيل؟ قد ايه بتتذكري عن اول فطوريه اخذتيها بحياتك؟ شو كانت؟ هلا فطوريه ما اخذت، تصدق صمت ولهلا ما اخذت فطوريه من حدا. بس هيك صيام كان لله. اول مره صمتي وين بقى؟ اي سنه؟ كنت شيء ثالث رابع هيك شيء، بس ما اخذت فطوريه. لو اخذت فطوريه بتذكر، بس لا ما عندي هالاجواء. طيب فطرتي شي مرة بدون ما تخبري حدا؟ فطرتي شي مرة بدون ما تخبري حدا سوزان؟ ايه كثير. مدري في اكل على البيت كثير، يعني شو كنت اذا لقطت قربي وجه امي وجعني راسي، تعبت دخت هيك، يعني على طول الحجه جاهزه. سوزان انا بدي اتشكر كثير اتصالك، انبسطت اني سمعت صوتك، بس للاسف انه انت كنتي اخر اتصال بالحلقه وباخر الدقائق، فبدي استناكي كمان بحلقه بكره، رح ندردش اكثر بنفس المواضيع. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا لك سوزان. مستمعينا شكرا لكم وين ما كنتوا سمعتوا مسيو نوستالجي على اثير روزنا وعبر صفحه الفيسبوك ولايف الفيسبوك. نص ساعه من الوقت قضيناها سوا. انا بعتذر مجددا على شويه لبكه صارت تقنيا، لانه تجربتنا الاولى وانا تجربتي الاولى ان يكون ورا الميكسر واعمل هذا البرنامج وهذا النوع من البرامج. بتمنى تكونوا انبسطتوا بمسيو نوستالجي، وبيتجدد لقاءنا بحلقة بكرة
بنفس الموعد. إلى اللقاء.